والصوفية ما قاعد يتبعوا لا كتاب لا سنة. ليه؟ لأنه أحمد التجاني قال الرسول جاني عديل يغزة لا مناما وأعطاني صلاة الفاتح، ده في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في مناقب أحمد التجاني الجزء الأول الصفحة 132 ل 135. أنت جو صاي، نحن بنتكلم بعلم. جوت يا صوفي أرقص، أصل رقيش شباك أمشي أرقص إن شاء الله معنا ده القلعة ذاته. نحن بنقول الله قال ورسول قال، أنت أرقص ونقص، عرفت كلامي؟ طيب الصفحة كم قلنا يا جماعة؟ 132 ل 135. أحمد التجاني قال الرسول جاني غزة لا منام، ولدك يضب لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل، ده كلام الله يا خزمر. أفإن مات ده آية أنت قال حجوة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم في سورة آل عمران، انتهى الموضوع. طيب فأحمد التجاني قال الرسول جاني وأعطاني صلاة الفاتح وأخبرني أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تساوي القرآن 6000 مرة. يعني عنده صلاة الفاتح عند الصوفية عند التجانية أفضل من القرآن، أفضل من كتاب ربنا، أفضل من المصحف 6000 مرة. عشان كده الصوفية ما متبعين للقرآن والسنة، ما متبعين للقرآن والسنة، عرفت كلامي؟ ده الأولياء شياطين. البرعي قال يهب الغلام يطير في جو السماء، كذاب. والبرعي ذاته لما سافر الأردن ومشى مصر ولا وين عشان يطلعوا له الحصوة، عشان يطلعوا له الحصوة ركب الطيارة، ما كان يطير في جو السماء زي ما هو قال. لا جواز ولا تأشيرة دخول ولا تأشيرة خروج ولا تذكرة بتاع السودانير ولا الخطوط العربية المصرية، كان يطير في جو السماء. قال يطير في جو السماء يهب الغلام يطير في جو السماء، قال يمشي على البحر الخضم سوية، قال الصوفية بيمشي فوق الموية. ودي حصلت لبعض السلف الصالح زي أبو مسلم الخولاني أو غيره من السلف الصالح، لكن ده كانوا أولياء صحيح صحيح. والصوفية الآن دعاة شرك، يدعو إلى الشرك بالله زي ما قال محمد عثمان عبد البرهاني، وده شيخ الطريقة البرهانية. اسمع الكلام ده، ده كفر أبو لهب ذاته ما وقع في كفر قدر ده. قال شنو في مقدمة كتابه اسمه شراب الوصل لمحمد عثمان عبد البرهاني، يقول محمد عثمان عبد البرهاني قال أجود على أم اللي ترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. قال الرحمة حقت الكون دي كلها ما من الله، قال دي جزء من رحمته هو محمد عثمان عبد البرهاني. وقال هو اللي بيجود على الأم بالرحمة، وده كذب لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآيات. فده ربنا سبحانه وتعالى، عرفت كلامي؟ الكلام اللي بيدعوا له الصوفية ده شرك. واحد اتنين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.